هو اللي بيديرها، لكن الانسان الوحيد الكائن اللي هو ايه بقى مخير، اللي خلاص بقى بيدير حياته. فبالتالي لما هو تحمل الامانه اللي هو التكليف اللي هو نفسه اللي هو دينه، فاصبح دلوقتي بقى مسؤول ان هو امين على نفسه. يعني ايه بقى امين على نفسي؟ الله، ربنا لما قال لنا ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني ايه؟ يعني انا نفسي النهارده ربنا لما خلق ربنا لما نفخ فينا من روحه، احنا النهارده اللي مسؤولين، احنا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. احنا هنكون انهي حد؟ احنا اللي هنمشي ونعرف امانه ربنا في نفسنا، ان ربنا قال لنا يا جماعه صلوا، لان الصلاه دي هي هتفيدك انت، فانت ما كنتش امين مع نفسك فما صليتش. فإذا هنا في مشكلة، لما ربنا يقول لنا لما تتكلمي على إنسانة أو تأذي إنسانة، أنت كده بتأذي نفسك على فكرة قبل ما تأذيها، لأن فعلا الكلام الكتير وإنك أنت تتكلم على البشر وإنك أنت حاقد على الناس، أنت أصبحت قلبك أسود قوي، أنت مش عارف تعيش أصلا، فأنت أذيت نفسك. فلو أنت مش أمين على نفسك إنك أنت اتبعت أوامر ربنا اللي ربنا قال لك عليها وبعدت عن النواهي اللي ربنا قال لك عليها، وأنت مش أمين مع نفسك. يعني الإنسان الشاب اللي بيتجه للسجاير ثم المخدرات، هو امين على نفسه؟ لا طبعا. هو مش امين على نفسه ليه؟ لا طبعا. لانها هي بتبدا بمرحله، مرحله ايه؟ انا صحابي قالوا لي يلا نجرب، فراح جرب، وطبيعي ناس كتير جدا 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 بتشرب التدخين، لكن بيجي بعد كده يبدا الشيطان خطوه بخطوه يوصله لمرحله الادمان، بينجر فاصبح ان هو خلاص مش مالك نفسه. ربنا اداك امكانيه التكليف انك انت بتدير نفسك، وانت بالمخدرات عملت ايه؟ انت ماشي مش مالك نفسك اصلا. فبالتالي هنا يا نورة ان انا ما بقتش بحافظ على نفسي. انا يعني انا ما كنتش امين على نفسي اللي ربنا اداها لي. ونقيس على كده حاجات كتير قوي، نقيس على كده مواقف في الحياه ممكن ما نكونش امناء على نفسنا منها، وبعد كده في الاخر احنا اللي هنخسر. مش احنا دايما بنقول في برنامجنا ده ان ديننا ده دين جميل قوي، بس اللي يفهمه صح. صح بالظبط، اللي يحاول يطبقه صح. هي حته المفهوميه هنا، ان في ناس فاكره ان الامانه مجرد فلوس. الله، يعني في ناس تفتكر ان هو خد الفلوس دي امانه معاك، ده اللي الدارج واللي دايما بنسمعه طبعا في الشارع، وده دايما اللي بنتحط فيه في المواقف. لكن طبعا هي الامانه ممكن تبقى، يعني ممكن هنستفيد طبعا منك يا يوسف حاجه زي دي، بس اعتقد ان الامانه ممكن تكون كلمه. الله. وعد، فلوس، لكن ما هياش كلمه فلوس. ممكن اعرف بقى واستفيد منك طبعا اكتر واكتر. احنا كلنا والله بنتعلم من بعض ونستفيد من بعض. الامانه عمرها ما كانت فلوس بس، الامانه امانه الكلمه زي ما الشريف قال، الامانه امانه الصحاب والمواقف، الامانه امانه البيوت، الامانه امانه اسرار ما بين الصحاب. يعني هقول لكم على امثله بسيطه قوي وما اظنش حد يعني مركز فيها قوي، ودي على فكره عدم امانه. النهارده لما حضرتك تبعت لصاحبتك رساله بصوت على الموبايل او رساله مكتوبه، فالنهارده تقوم هي واخداها وبعتها لمين؟ لحد تاني. والله العظيم دي مش امانه، والله ما امانه. الناس بتفتكر ان ده عادي، والله ما عادي يا جماعه. هي حضرتك لما بتسجل لك انت الرساله دي، فهي دي مستامناكي ايا كان. نفترض ان هي بتقول لك سر ليها، نفترض ان هي متضايقه وبتحكي لك مشاعرها، نفترض ان كذا، انت مش مصرح ليك ان حضرتك تطلع. لان الناس، كنت بتناقش مع بنت كده في موضوع اللي هو ايه، ان احنا في ملك على اليمين وملك على الشمال بيكتب الحسنات والسيئات. فبقول لها خلي بالك، ما انت كتبتك على الموبايل الملكه بتكتب. قالت لا، ده اللي انا بقوله عبر لساني، لكن انا الصوابع اللي بتكتب لا. يا سلام. يعني يعني يا جماعه بنتفنن احنا في الحاجات دي والله. طبعا عزيز. لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى من 1400 سنه، ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان امانه الحاجه اللي جات لنا على الموبايل ما ينفعش ان احنا النهارده نروح نطلعها بره. اهي حاجه بسيطه قوي، امانه ان انسان اداك، انا بديك الحاجات الواقعيه اللي موجوده في الواقع. والنهارده ناس كتير قوي للاسف ما تعرفش ان دي خيانه للامانه. النهارده ممكن واحد جاي او بنت صاحبتك ماسكه الموبايل وانت رايحه في اي مكان، فتقوم ماسكه الموبايل قاعده تقرا رساله. واعرف ناس كتير كده. موبايلي انا هي اللي بتقراه. انت رحت في اي مكان فانا واخده الموبايل ومطلعه. والله خيانه للامانه. وهم مش عارفين كده ومتخيلين ان كده ايه، كان مثلا ايه، انا عايز اعرف حاجه عن شريف، انا عايز اعرف حاجه عن هيا، فاقوم واخد الموبايل. انا مامنعه وسايبه التليفون. اهو ده والله ما امانه. كلمه، انا قلت لشريف كلمه بقول له حاجه كذا كذا كذا، قام هو رايح فلان كذا كذا، اهو ده خيانه للامانه. حاجات زي كده، امانات العلاقات حتى. يعني النهارده انت، النهارده انسان شغال في مكان، خلاص ده واقع
الانسان ده كويس وبيعلمك كل حاجه في الشغل او بيعلمك كل حاجه في الشغل خلاص. فالنهارده اول ما انت بتحس ان انت بقيت شاطر قوي فبتقوم عامل ايه؟ تقوم سايبه ورايح فاتح مكان تاني وتحاربه مثلا او عامل مثلا مشروع نفس مشروع وتحاربه. اه دي خيانه للامانه. مش بنقول لك انك انت ما عندكش طموحات انك تكبر، مش بنقول لك كذا، بس ما تحاربوش. الله يا شيخ، على الاقل ما تحاربوش وما تطلعش عنه كلام، لان في الاخر انت يعني لم النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس كده ايه مهما حصل في الكوكب هم عايزين يطلعوه من مكه، عايزين يقتلوه مش عايزين يطلعوه من مكه، يعني هم خلاص محددين ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لو احنا معانا خلاف مع حد هتروح تسيب الامانات بتاعتك عنده ولا مش هتثق فيه؟ خلاص اذا كان احنا عايزين نقتله صح؟ ده كانوا يا جماعه حاطين الحاجه بتاعتهم الامانات بتاعتهم عند النبي لحد الهجره. ومن امانه النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجرش الا لما جاب سيدنا علي عشان ايه؟ عشان ينام مكانه. والله القصه دي بتتحكي للاسف مقصوصه كده. لا هو الاصل ان سيدنا علي نايم عشان يودي الامانات لاهلها، مش علشان خاطر ان هو ينام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي بيعلمنا لاخر لحظه الامانه في حياتك في كل حاجه، في الكلمه، في النظره. النظره دي امانه، انك انت بتبص انت قدامك زميلتك انت بتبص لها ازاي، قدامك مش عارف ماشي في مول انت بتبص للبنت، ما هي دي امانه. حتى البنت بتبص للولد بقى بنظر، مش المفاهيم بقى الضيقه اللي احنا يا حبيبي انت 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 النظره دي هتتحاسب عليها. كل حاجه في حياتنا منطبق تحتها كلمه طالع من النيه كمان. ايوه طبعا من النيه طبعا.